مؤمن زكريا طبعا تحول إلى ترند مصر خلال 48 ساعة اللي فاتت. تربي وزوجته بالمشاركة مع آخرين قالوا إنهم هم لقيوا عمل لمؤمن زكريا في التراب بتاعت أسرة الكابتن مجدي عبد الغني. الموضوع انتشر كالنار في الهشيم، وبعتوا المؤمن زكريا راح لهم التراب، ومؤمن جاب شيخين قروا القرآن باعتبار انهم بيفكوا سحر، وقالوا ان السحر مقصود بيه الحاق الضرر بمؤمن زكريا، وهو عبارة عن عروسة زي الناس عارفة الكلام ده، وصورة المؤمن زكريا وعلى طلاسم، وان تم دفن هذه العروسة بالطلاسم بصورة مؤمن زكريا في مدفن يخص الكابتن مجدي عبد الغني او اسرته. مؤمن زكريا عاش حالة نفسية سيئة جدا بعد الموضوع ده على مدار يومين، لانه يعني الناس دول اوهموه انه المرض اللي عنده بسبب السحر وبسبب العمل ده. والموضوع يعني اثر فيه ودخل في احباط شديد جدا. الكابتن مجدي عبد الغني رد وقال ناس بتكلمني وقالت لي على الموضوع ده وانا ما اعرفش حاجه عن الموضوع، واضح انه مفبرك، وانا ما روحتش هذه المقبره من الثمانينات ولا زرت ابويا من 40 سنه. انا بس يا جماعه قبل ما اقول لكم اللي حصل ايه في موضوع مؤمن زكريا، خليني اسمعكم الحارس بتاع المقبره عليها او التربي. خلاص انا الراجل قال لي يومين ثلاثه ان شاء الله، قال له الراجل قال اسبوع ان شاء الله، ثلاث من ثلاث ايام اسبوع ان شاء الله يرجع زي الاول. انا كلمت كذا حد، وانا كلمت حد من تلع برضه، وجبت ناس اعرفهم، ناس ربنا مديهم النصح في العلم، ما رضيش يقولوا لي مين. احنا في العراق كمرات ايه ده، احنا في تراب بالعمل بقاله زمن، الزمن العمل بقاله زمان، ده حاجات قديمه قوي وعروسه قديمه وصور قديمه. ايه اللي كان موجود ده بالظبط يعني؟ أنا ما كانش موجود حاجة، صورة الكابتن عليها طلاسم، وعروسة عليها صورته بطلاسم برضه، وأوراق عليها طلاسمات وعليها سحر كده، كلام مش مفهوم وفيه أرقام ورموز، والله هم مش عارف إيه بحق الطلابس، شال الفراق مش عارف إيه، حاجات كده يعني، حاجات كتير وحاجات لأ، أو أرقام وحروف كده بس. طب تحس إن هو مدفون من إمتى؟ من قد إيه؟ من وقت طويل ولا قريب؟ بقاله زمان. المنطقه ديت الحومه ديت والخمس ست عشر مدافن دول مقفولين بباب واحد، من ضمنهم مدفن لكابتن مجدي عبد الغني. مدفن العيله. لكن كابتن مؤمن زكريا ملوش مدافن هناك ولا حاجه؟ لا لا لا، هو في الحوش بتاع الكابتن مجدي عبد الغني موجود في المربع دوت، لان هم خمس ست حشان او 10 حشان كده مقفول عليهم باب واحد. احنا بنقول عليها حومه كده يعني. تمام. دي لقينا العمل والكابتن مجدي حوش جوه بس مش اكتر، لكن هو راجل ما راجل مش هيأذيه يعني. طب بس كان يعني صدفه غريبه ان العمل بتاع مؤمن يبقى موجود في المقابر بتاعت مجدي عبد الغني. عشان مش عايزين نتهم حد لحسن الله يعني، احنا بنأذيش، بنقف مع حد عشان ربنا سخرنا ليه. انا تربه خالي، ما تربه خالي تحت المدفن برضه. تمام، انت ايه اللي خلاك تحفر في المكان ده؟ امي عماله بقى لها اسبوع عماله، والنبي يا ابني خالك ازرع له صبار عشان خاطري، والنبي انا بحلم بيك كل يوم. انا بزرع صبارة بالصدفه كده يعني. بفتح بزرع الصباره، اتفاجئنا بالقرف ده. محطوط جوه كيس كده؟ كيس، ثلاث اكياس مش كيس واحد. تمام. ومربوط حلو ومقفول، انا فتحته الحمد لله، بس انا والقرع عليا برضه لان انا تعبت بقى. تعبت؟ ايه اللي حصل لك بقى لما شفت انت الحاجات دي؟ انا تعبت، انا حد كده كان قسمك اتنين، كان حد شقك اتنين كده من وسطك كده، والحمد لله برضه رحت الحمد لله بعد ما الشيخ كان معايا. ده كلام التربي، عشان بس تبقوا عارفين بالظبط ايه اللي تم. هذا هو كلام التربي.
رجال الأمن النهاردة عشان نقفل الباب ده تم القبض على التربي وزوجته وآخرين معاهم، واتضح إن الموضوع كله مفبرك من الألف إلى الياء، وإنهم كانوا يبحثون عن الترند علشان خاطر يعملوا شو، وإن دي مؤامرة من الراجل اللي ما عندوش ضمير ده اللي سمعتوه وزوجته. وربنا سبحانه وتعالى يا وليد اللل ينتقم منهم انتقام عادل، لأنهم قلبوا الأوجاع عند مؤمن زكريا. وربنا يعين مؤمن، يعني تخيل لما يبقى فيه متجرة بالمرض، أي دناءة وصلنا فيها في هذا الزمن البخس، دي دناءة وخسة، ولا بد أن يحاسبوا. وعلى فكرة دول سجن على طول، لأن دي جناية تجدير السلم العام في المجتمع واستغلال شهرة مريض للنيل منه وتحطيمه نفسيا. لابد المجتمع أن ينتفض لهؤلاء الفسلة السفلة، يعني دول فسلات سفلات، لابد أن يحاسبوا، مكانهم السجن. أهل الطب والمعالجين لمؤمن زكريا قال لك لا يمكن أن يأتي ضمور العضلات أو ضمور الأعصاب بالسحر، لأنه لا ينقل إلا عن طريق الجينات، إما من أب أو أم، وهو مرض وراثي. فحسبنا الله ونعم الوكيل في هؤلاء. وبشكر رجال الأمن على التحرك السريع اللي عملوه، وعلى انهم يعني كانوا على قدر كبير من المسؤولية. يعني بشكر رجال الامن جدا 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 على كل اللي عملوه بصراحة، لان بذلوا جهد كبير في ساعات معدودات علشان خاطر يقدروا يصلوا الى العدالة ويقبضوا على العيال دي.